مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه، الاقصر واسوان وجمال الاقصر واسوان وما بين الاقصر واسوان. نتكلم على ادفو، اسنا، وعدد كتير من المدن اللي ما بين الاقصر واسوان ونهر النيل وجماله. هنعمل حلقات مختلفه. احنا كنا بنتكلم على ان الاقصر واسوان الفتره اللي فاتت حققت ايرادات كويسه جدا جدا، عملت نسبه سياحه عاليه لدرجه ان كان دايما بيحكوا على ان الغرف مكتمله، مفيش مكان تاني. وقلنا ان الكلام ده يمكن ليه وجهين، وجه رائع وجه برضو يخلينا نستعد للقادم. احنا اذا كنا بنحلم ب 30 مليون لازم يكون عندنا غرف اكتر، يكون عندنا شارتر اكتر، طيران اكتر، بحيث ان هو يبقى في اي وقت الناس عايزه تيجي تحجز. واللي بنحلم بيه ان يكون عندنا ايفنتس حلوه زي طريق كباش بتتكرر كل سنه، واحداث تانية، لان المصري القديم كان عنده احتفالات كتير جدا جدا. لو كل احتفال زي تعامد الشمس على وجه رمسيس، زي توت عنخ امون واكتشاف المقبره بتاعته، بيت كارتر، هاورد كارتر اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، في قصص كتير جدا ممكن يتعمل عليها ايفنتس كتير جدا جدا. فبنحلم ان يكون عندنا الايفنتس دي وتبقى الناس بتحجز مش بس عشان يشوفوا الاثر، كمان عشان يحضروا عرض كان موجود من الاف السنين. خليكم معانا، هنتكلم النهارده عن الاقصر واسوان وزي ما قلت ما بينهم، وحكايه حلوه قوي قوي عن الشخصيه المصريه اللي موجوده او اللي بتعيش في الاقصر واسوان. معانا الاستاذ مصطفى رفاعي ونقيب المرشدين في الاقصر. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا. حضرتك من الاقصر اصلا؟ اساسا من الاقصر. اه، غريب. الحاجه الملفته للنظر ان الناس هنا بتتولد بتشتغل في السياحه، حتى اللي بيشتغل فيها بشكل مباشر او غير مباشر، الناس هنا في الاقصر عندهم الاحساس، حتى الولاد الصغيرين فاهمين يعني ايه سياحه. يعني هي فعلا الاقصر بلد سياحه من الدرجه الاولى. فقولي، هل ده بسبب الاثار اللي انتوا اتولدتوا في وسطها، ولا ده ليه اسباب اخرى من كتر السياحه اللي بتيجي الوافده لمصر؟ لا والله، اكيد طبعا بسبب ان الاقصر عاصمه السياحه الثقافيه، واحنا من زمان طلعنا كده ولقينا السياحه قدامنا. فما فيش بيت يعني في الاقصر الا ما تلاقي فيه فرد او اتنين شغالين في القطاع السياحي، سواء مرشدين او شركات سياحه او فنادق ثابته وعائمه. فطبعا ده بسبب ان الاقصر بتجي لها وفود كتير وجنسيات كتيره من كل انحاء العالم يعني. والكلام ده من زمن يعني، مش لسه من فترات قريبه يعني، الكلام ده من زمن يعني. حتى احنا لما بنيجي نتكلم على تاريخ مثلا اكتشاف مقبره توت عنخ امون اللي هي تاريخ اكتشافها والعيد القومي للاقصر، ده سنه 1922. فده بيورينا ان الاجانب او السياح موجودين في الاقصر من زمان، وبالطبع طبعا الناس هنا متكيفه مع البيئه وكله بيحب يشتغل في قطاع السياحه. يمكن احيانا على القطاع يعني. طيب خلينا نتكلم على انه في تطوير كل شويه بيحصل. يعني احنا من انا ونور كنا هنا لسه قريب برضو، مش من كتير، ولما جينا المره دي حسينا بفرق كبير قوي. كان ساعتها لما جينا قبل طريق كباش والاحتفاليه الكبيره اللي حصلت، وكان في تطوير رهيب حصل، لكن برضو قاعدين جينا تاني وشايفين ان في تغيير. كلمنا كده عن التغيير اللي بيحصل، سواء اللي بتقوم بيه الدوله او اللي بيقوم بيه القطاع الخاص هنا. طبعا بسبب التوجه العام لصناعه السياحه، وكله ده بيصب في مصلحه السياحه، خاصه ان احنا دلوقتي حتى يعني خلاص ايام قليله وهنفتتح محور الاقصر الشمالي، وده هيخدم على الحركه ما بين البر الشرقي والغربي، خاصه ان احنا عندنا في سياحه ثقافيه وفي وفود بتيجي من الغردقه والبحر الاحمر. ان شاء الله يعني الهدف اللي هتتجه فيه الدوله تطوير قطاع السياحه. حتى بنشوف دلوقتي ده وبنلاحظه في المزارات السياحيه، في كل حاجه في تغيير شامل ان شاء الله.
شايفه الكورنيش كمان اتغير خالص. لا هو يعني احنا حتى الممر بتاع ممكن يبقى هو نفسه ممشى الممر بتاع المراكب كان زمان صعب. احنا زي ما شايفين احنا دلوقتي في الضفه الشرقيه دايما بتتميز مدينه الاقصر بشارع الكورنيش. لا كمان الجديد بقى واللي هيفتتح قريب خالص الناحيه الثانيه البر الغربي هيبقى فيه ممشى كمان سياحي محترم زيه زي اللي في البر الشرقي، وده كله طبعا عشان زي ما احنا اتفقنا ان دايما بتبقى السائح لما بيجي يمشي هنا في الاقصر بتعتبر اكبر متحف مفتوح في العالم، سواء شرق النيل بيتمشى جنب الكباش، وحتى برضه لو راح بالليل في البر الغربي بيشوف بانوراما جبل القرن. يعني الاقصر كل شويه فيها اكتشافات جديده، وانا عارفه انه يتقال دايما عن الارشاد السياحي انه العمود الفقري للسياحه يعني، فاحكي لنا كده انتوا بتطوروا نفسكم ازاي، بتتابعوا الاكتشافات دي ازاي، وبتشتغلوا عليها ازاي انه مثلا يبقى في وفد سياحي فاحنا عايزين نوريهم الاماكن الجديده، عايزين نكلمهم عن الاكتشافات الجديده، بتطور نفسك ازاي كمرشد سياحي؟ طبعا هو علم المصريات مش بيتوقف، يعني هو العلم الوحيد اللي ما زال لسه فيه كتير من اسرار الحضاره المصريه القديمه، خاصه ان احنا ما فيش اكتشاف يتم في اي منطقه حتى لو مش في الاقصر لازم يكون عندنا فكره عنه، لان الحاجات دي اللي بتعمل رواج السياحي. يمكن كان من فتره كده اكتشفنا في حاجه اسمها هنا مقابر العساسيف، ومعظم الاكتشافات الموجودة دلوقتي بتتوزع ما بين بعض المتاحف، وكلنا طبعا في انتظار الافتتاح المتحف المصري الجديد أو الكبير ده، هيشهد كمان عرض قطع جديدة جدا لم تعرف في أي مكان. تزعلوش ان الاثار خارجة من هنا رايحة مكان تاني؟ اوقات كتير حتى السائح نفسه بيبقى عايز يشوف الاثر في مكانه او في بلده او في منطقته. والله احنا يعني اكيد بنزعل يعني طبعا، لان احنا مش حابين نميل للمركزيه في السياحه يعني، لكن وزاره الدوله لشؤون الاثار هي ليها وجهه نظر ثانيه، في بعض المناطق بيهيئوها انها توضع يعني داخل متاحف للحفاظ عليها، لكن اكيد هنزعل. بس في حاجات تانية لسه موجوده، والجبل اللي احنا شايفينه دورانا ده لسه مليان. لو الاقصر فضلت محافظه على حاجاتها ما خرجتش ما فيش ولا متحف هيتعمل في مصر، لانه طبعا اغلب الاثار موجوده هنا في الاقصر. والله نتمنى يعني نتمنى ان يتعمل كمان متحف اكبر من متحف الاقصر، لان كمان احنا عندنا في حاجات كتير لم تعرض. متحف الاقصر كمان ما فيهوش اي مكان للعرض، يعني ما فيهوش مساحه ثانيه، فنتمنى ان يكون في تطوير او عمل حتى اكستنشن لعرض بعض المقتنيات اللي هي موجوده، حتى عشان تبقى ايه كل مدينه فيها ايه فيها توزيع جميل في الاثار بتاعتها يعني. بتشتغل مع جنسيات ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ بنشتغل مع الجنسيات اللي الامريكان الانجليز كل الدول الناطقه باللغه الانجليزيه برضه، والحمد لله بفضل الله. يمكن احنا بس لولا ظروف الحرب اللي حصلت دي احنا عندنا معظم الوفود والجنسيات كانت بتيجي، لكن ان شاء الله الامور بتاعه الحرب دي تستقر وان شاء الله ترجع السياحه زي ما كانت وافضل كمان. في فكره انه عايزين نطبقها بشكل اكبر ان احنا نعمل كل ديستنيشن او كل مدينه في مصر على حده، يعني ما نعملش حتى دعايه لمصر ككل تعالوا زوروا مصر، لا احنا نعمل تعالوا زوروا الاقصر، بحيث انه لما تحصل مشكله في اي منطقه، لان احنا بعيد تماما عن اي مشاكل خالص في المنطقه، حتى على فكره سينا برضو هي برضو الاماكن اللي فيها سياحه بعيده تماما خالص عن المشاكل اللي فيها الحرب. لكن خلينا نتكلم على انه ايه رايك في الفكره دي انه تتروج الاقصر كالاقصر مش تتروج كمصر؟ هو طبعا احنا بنعذر الاجانب اللي بيجوا هنا، لان هو في بعض الجنسيات مش على درايه كامله بخريطه مصر، يعني ما حدش يعرف المسافه من شرم الشيخ مثلا للاقصر قد ايه، فاحنا محتاجين برضو ان احنا نطور الدعايه بتاعتنا، ومحتاجين خاصة. فيها تعريف اكتر بالمنطقه وقد ايه بتبعد عن بعض بالظبط، فين اسوان فين ابو سمبل فين الاقصر، الجست مش فاهم الكلام ده كله، خاصه ان احنا يعني معظم البرامج اللي كانت بتيجي في الفتره الاخيره بتعمل رحلات الهولي لاند اللي بتيجي من الاردن
عبر الاماكن المقدسه، عبر مثلا تل ابيب وتدخل بعد كده مصر. فطبعا المنطقه اللي هي مأثره علينا في الحرب منطقه ايه؟ سيناء. فاحنا محتاجين توضيح، مش اي سيناء، ده شمال سيناء، شمال سيناء. فاحنا محتاجين توضيح لبعض المناطق دي، فين القاهره موقعها، فين الاقصر موقعها، وممكن حتى نستخدم فيها بمجرد حتى ايفنتات عالميه. يعني مش شرط ان احنا نتكلم على المدينه، لا، احنا ممكن نعمل ايفنت عالمي في كل مدينه على حده، بحيث ان احنا نعمل ايه؟ نعمل تنويع في الدعايه. كنا بنتكلم على الحقيقة الموضوع ده اتفتح وقت ما كنا بنتكلم على بورصة لندن وإن شاء الله بورصة برلين، وإنه يبقى فيها الصالة بتاعتنا أو القاعة بتاعتنا تبقى فيها شاشات كبيرة مباشرة بتقول لك مثلا دي الأقصر دلوقتي، ده معبد الأقصر دلوقتي، ده مثلا القاهرة دلوقتي، وتبقى الشاشات دي حتى هو نفسه الجاست اللي جاي سواء بقى بي تو بي أو بي تو بي بي اللي هي يعني من إنسان لآخر أو من شركة أخرى، انه يبقى هو نفسه اللي بيدوس على الزرايد دي بحيث انه يشوف القاهره دلوقتي، يشوف الاقصر دلوقتي. وده نتمنى كمان نشوفه على النت، انه اللي بيبحث مثلا عن الاقصر يقدر يشوف الاماكن دي دلوقتي كده لايف. لايف بالظبط. هو يعني لازم احنا نواكب التطور اللي بيحصل في كل الدول العالميه عشان نطمن. انا لما اشوف الشارع واشوف الناس يعني السياحة. احنا بفضل الله البلد الوحيده اللي يقدر يجيها الجست مره واثنين وثلاثه وما يشوفش كل حاجه، لسه كمان عنده فرصه انه يجي اكتر من مره. ولكن احنا يعني بفضل الله عندنا مقومات مش موجوده في اي بلد، بس احنا لازم نطور حته الدعايه شويه عشان يعني الدول اللي بتستوعب سياح اكتر مننا هم ما عندهمش مقومات زينا بالظبط. يعني احنا كل المقومات الحضاريه اللي موجوده عندنا، الحضاره الانسانيه دي موجوده في مصر فقط لا غير او في بعض البلدان، لكن احنا محتاجين تطوير شامل لمنظومه التسويق السياحي في مصر. كان يعني من ضمن الاقتراحات انه عايزين نهتم بالبر الغربي، وفكره ان انارته يمكن كلف الدوله اكتر من 60 مليون جنيه مصري علشان بس ينوروا البر الغربي، وخاصة ان احنا بنحلم ان الأقصر تبقى بتشتغل طول السنة. فالاقتراح ده وصل فين؟ لان انا سامعه ان الدولة مهتمة بالفكرة، لكن هل خلاص اتنفذت ان ممكن المعابد اللي هناك يبقى فيها زيارات، المقابر اللي هناك يبقى فيها زيارات طول اليوم؟ هو طبعا يعني كويس ان احنا فتحنا الموضوع ده من خلال حضرتك. احنا عندنا يعني تأمين الأقصر يعني بفضل الله العملية الأمنية هنا ممتازة جدا، لكن عندنا طبعا بالنسبة للموسم السياحي بتاعنا قصير عشان فترة الصيف طويلة، فالمزارات بتبقى في الصيف صعبة جدا. فاحنا كنا بنناشد يعني وزارة الدولة لشؤون الآثار والداخلية ان يبقى في فتح للمناطق الأثرية لحد الساعة 9 مساء خاصة في غرب الأقصر. وبرضو احنا يعني بنناشد الدولة انها ما ينفعش الأقصر اللي فيها اكتر من مكان ينفع يكون بانوراما. يعني عندنا مثلا معبد الاقصر هنا في قلب البلد بيجي برضه بعد مواعيد العمل بيروح ايه المعبد. احنا محتاجين الحاجات تبقى زي ايه؟ زي بانوراما زي اللي موجوده في محافظه اسوان، في جبل كده في بانوراما اللي هو في مقابر النبلاء، ده مش بيتفق. احنا بنناشد وزاره الدوله السياحه والاثار والكهرباء ان والداخليه ان حتى يفتحوا لنا، لان ده كمان هيدينا فرصه ان في بعض الزيارات بتبقى كمان كوقت مضغوطه.
يعني فكرة انه الاماكن دي تتنور وتشتغل طول السنة، هل ده اقتراح من السائحين نفسهم ولا ده انتوا اللي شايفين ان ده هيبقى في مصلحتكم؟ والله دي يعني وجهة نظر من بعض شركات السياحة والمرشدين السياحيين طبقا للظروف اللي بتحصل هنا في الجو. احنا عندنا مشكلة، بدأ الجو يتغير في مصر، الصيف بقى صعب جدا، فطبعا احنا بنتكلم خمسة قوية جدا جدا، فاحنا بنتكلم برضو على الجنسيات بتيجي من مختلف الدول مش معتادة على الجو ده. فاحنا قلنا يعني بدل ما السائح يروح الغرب مثلا الساعة 8 الصبح او 9، واحيانا درجات الحرارة بتتخطى ال 44 درجة مئوية ويمكن اكتر، فاحنا قلنا المقترح ده لان في بعض الاجانب بتبقى موجودة في الفنادق، فده عنده فرصة انه يروح مثلا في الفترات المسائية دي، وده طبعا يعني هيخلينا ننظم الحركة اكتر، وخاصة ان دي يمكن اول مره تحصل، ما حدش عملها قبل كده، يعني نتمنى يكون فيها قرار جريء ويتم فتح المناطق حتى 9 مساء. يعني طيب خلينا نتكلم على الاحداث اللي حصلت هنا. يعني دايما يقولوا الاماكن الاثريه او الثقافه الاثريه، السياحه الاثريه هي الاقل حظا على مستوى العالم، ممكن تكون 16% على مستوى العالم، في مصر هنا يمكن 10، برضو يعني رقم ما يعتبرش قليل، خساره لان عندنا كميه اثار مش موجوده في العالم كله. فخلينا نتكلم على الجزئيه دي، انتوا يعني الايفنتس بقى اللي اتخلقت واتعملت زي طريق كباش اللي أنا، زي انه يبقى في عرض ازياء هنا من اكبر دار ازياء على مستوى العالم، زي ان يبقى في حفلات ودي جي وموسيقى ونجيب اشهر الموسيقيين اللي على مستوى العالم، يعني احكي لنا انه يبقى في عايده اوبرا عايده مره تانية هنا، يعني احكي لنا كده الاحداث دي عملت ايه في المكان هنا وازاي فرقت، انه اللي بيجي مش بس عايز يتفرج على اثر، لا كمان يحضر احتفالات. يحضر الايفنتات، هو طبعا يعني احنا لينا فتره متوقفين عن الايفنتات العالمية اللي بتتم هنا، يمكن حتى من آخر مرة كانت الفترة دي ليها شهور، يعني ممكن لا أكتر من شهور يعني، بس هو طبعا مع الأسف في بعض الأحداث كانت مقصرة شوية. احنا كل ما بنيجي نطلع بالسياحة لفوق، لكن بتيجي ظروف خارج عن الإرادة زي كوفيد 19، زي مثلا أحداث حرب أوكرانيا كمان وأوكرانيا، كله ده أثر علينا، لكن احنا يعني بفضل الله عندنا مقومات مش قادرين، يعني احنا عايزين نبدع شوية ونطلع نفكر خارج الصندوق، لان احنا لو حسبنا مثلا لو كنا بنستوعب مثلا من 10 ل 15 من مليون سائح، لكن بتلاقي العدد بتاع السياحة الثقافية ضعيف جدا، خاصة ان حتى الأقصر ما فيهاش اي حاجات تانية يعني تشوفيها غير الآثار، محتاجين كفايه احنا لكن فكره ان يبقى في ايفنتس دي حاجه عظيمه جدا والناس عندها استعداد، بتفرق طبعا يعني، خاصه احنا لما بنتكلم لما تيجي تقولي حدث زي اوبرا عايده او اي مثلا او مهرجان سينما عالمي يتعمل هنا في الاقصر، كله ده برضو بيدي ايه، بيدي في مهرجانات، مهرجان مرأة ومهرجان افريقي، كله ده طبعا بيدي طبعا يعني دافع للمكان، برضو بيبقى بارز فيها اسم الاقصر في الحدث ده نفسه، يعني في الاحداث العالميه انها تكتر، وان شاء الله اعتقد هتكتر بس لما الاحداث اللي حوالينا دي. طيب يعني دلوقتي مشاهدين بيشوفونا، عايزك تقول لنا كده اللي ينزل الاقصر يعمل ايه ويزور ايه، وايه الاماكن الجديده اللي ممكن يروحها ما نسمعش عنها، انت عارف في حاجات كده اكلاشي يعني زي ما تقول ايه خلاص محفوظه، الناس بتنزل بتروح هي نفس الاماكن دي، لكن ايه الجديد؟ هو طبعا الناس اللي ما تعرفوش احنا عندنا في الاقصر اكتر من مزار، يعني احنا لو اتكلمنا على البر الشرقي كله بيقول الكرنك، الاقصر طبعا الكرنك مشهور جدا لان ده ثاني اكبر معبد او ثاني مجمع ديني في العالم، عندنا طريق الكباش وفي عندنا متحفين هنا، لكن الحاله اليوميه والحضاره البصريه ازاي تتكلم وازاي تشوفي كل الكلام ده كله، السوق القديم وطبعا عندنا في البر الغربي في مناطق الاشراف والنبلاء، وعندنا برضو السوق السياحي يمكن اجمل حنطور تركبيه برضو في الاقصر هنا، وبتتعايشي طبعا مع الناس لان الاقصر بطبعها كده بلد هاديه وصغيره، الحمد لله في الله ما فيهاش مشاكل كتير يعني، واحنا بنحاول ننهض بالقطاع من خلال السياحه الثقافيه يعني ان شاء الله. انا بشكرك استاذ مصطفى، شكرا جزيلا. خليك يا دكتوره، الله يخليك. ومعانا استاذ تامر ابراهيم وهو برضو مرشد سياحي، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بيكم يا فندم، منورينا. حضرتك برضو من الاقصر؟ انا من الاقصر. يعني مدن مصر كلها عدد كبير من الشباب بيضطر انه يسافر مدن تانية وكده الا اهل الاقصر، كلهم يعني مرتبطين جدا بالاقصر، مرتبطين بالارض ومرتبطين بالسياحه. اصل احنا عندنا كل حاجه هنا، يعني احنا كلنا عندنا كل حاجه في الاقصر، الاثار الاماكن الجميله كلها في الاقصر، وده يمكن اللي خلى المنظمه الدوليه اليونسكو اطلقت على الاقصر اسم عاصمه القدم وعاصمه الحضاره، لان احنا عندنا تقريبا تلت اثار العالم القديم. فتلاقي كمان مش بس اهل الاقصر اللي مرتبطين بيها، لا احنا عندنا ناس كتير من الاماكن المجاوره للاقصر او ممكن كمان من القاهره واسكندريه بيجوا عشان يعيشوا في الاقصر هنا. يعني اي يعيش في الاقصر يقول لك لا انا بالنسبه لي كده هنا 100 100، مش بس كمان هو بيدور على شغل في مجال السياحه، لا هو بالنسبه له الحياه في المدينه نفسها مريح. يعني احنا ما عندناش المشاكل بتاعه زحمه المرور واللي هو موجود في اماكن تاني، لا ده احنا عندنا هنا البلد بصراحه. فده كان يعني خلاها ايه، يعني زي كده ديستنيشن لناس كتير، قبلة لناس كتير، مش بس عشان تشتغل هنا، لا ده في ناس بتحب تعيش هنا كمان. طيب اكيد انتوا طبعا عارفين كويس قوي، يمكن الارقام بتخرج من عندكم، انه الاقصر الفتره اللي فاتت كانت الاشغالات 100%، وكان ناس كتير جدا في اوقات كتير بتدور على يعني اي مكان في اي اوتيل، سواء بقى من السفن الكبيره او انها بتلجا للاوتيلات حتى لو 3 نجوم. فخلينا نتكلم على ده، ايه التغيير اللي حصل في الاقصر بحيث يحصل الاشغالات الكتير دي؟ لا هو التغيير اللي حصل طبعا عندنا احنا في الاقصر من بعد طبعا ازمه كورونا، وجينا الموسم اللي فات كان بصراحه موسم يعني عالي جدا من ناحيه الاشغال السياحي والاقبال السياحي، وده خلى اصحاب المنشات السياحيه سواء الفنادق الثابته او المراكب العائمه زي كده، الفنادق اللي احنا موجودين فيها دي، بيهتموا بالمنشات بتاعتهم، فبداوا يعملوا على تطويرها ورفع الكفاءه بتاعتها عشان ايه تستقبل سياح اكتر وتكون عند حسن ظن السائحين بتوعنا. فده خلى ده ادى دفعه لأصحاب الشركات السياحية أنهم يسوقوا أكتر لمدينة الأقصر، خاصة أن أنا خلاص أن أنا اتسعت عندي، ما بيش عندي عدد الأوتيلات الصغير، لا العدد زاد والإمكانيات زادت. وإحنا كنا منتظرين كمان طبعا يعني الموسم ده كنا مستعدين ليه، أنه هو هيكون أحسن وأعلى من الموسم اللي فات. احنا محتاجين ايه في الاقصر؟ يعني عمليه انه العدد فولي بوكد او كلها محجوزه ده علامه كويسه، بس برضو الوجه الاخر بتاعه ان معناه ان احنا محتاجين اوتيلات اكتر واوتيلات ثابته، لان اعتقد اللي هو النيل مش هيتحمل اكتر من كده مراكب عائمه. فخلينا نتكلم على فكره انه انا عارفه ان الدوله بتشتغل على ده، القطاع الخاص بيشتغل على ده، انه يبقى فيه اوتيلات اكتر. بالظبط، احنا محتاجين ان احنا نشجع رجال الاعمال ان هم الاستثمار في الاقصر، خاصه واني يعني صناعه السياحه عامه يعني بتخوف شويه اللي مش شغال في المجال ده انه يدخل فيها، لان هي بيقول لك ان هي صناعه هشه، ممكن اي بومبه في اي مكان او اي حدث في اي حتى دوله يسمع عندنا. يعني احنا احداث اوكرانيا، الحرب في اوكرانيا اثرت علينا وحتى ولو بنسبه بسيطه. فاحنا عايزين نشجع رجال الاعمال ان هم يستثمروا اكتر، الناس اللي معاها فنادق دي احنا عايزين نديها تسهيلات ان هو يتوسع اكتر، ودي بتعتبر خل البلد كلها، فاحنا لازم نشجع دي. دي طبعا بتبقى عند ايه الاداره السياسيه للدوله، هي اللي بتقدر ان هي تشجع الناس دول وتطمنهم، بتديهم التسهيلات انهم يتوسعوا فيها. وعلى الجانب الاخر الدوله برضو بتهتم بان هو طبعا توسعه ايه شبكه الطرق. يعني احنا لاحظنا وزاره الاثار مع بدايه الموسم ده كانوا بداوا يعملوا تطوير في الاماكن في المعابد، يعني توسيع المداخل، زياده عدد الماكينات بتاعه الدخول، لان احنا كنا اشتكينا كمرشدين وكشركات سياحيه بياخد وقت. كان بياخد وقت ان انا مثلا داخل معبد الكرنك اللي بيزوره 5 6000 سائح يوميا الاقي 4 بوابات دخول،
إلكترونية. لا هم نزودوه السنة دي خلوها مثلا 10. حاليا في تطوير شغال في معبد كومومبو بيوسعوا البوابة بتاعته، انتهوا من تطوير المدخل بتاع معبد مكان اي تي ام، تحط اللي هي الحمامات المتنقلة يعني اترفعت كفاءة دورات المياه زي في وادي الملوك، اتعملت دورات مياه نظيفة جدا تمام. والجميل كمان ان هم لما عملوا دورات مياه عملوا واحدة مخصوص لذوي الاحتياجات الخاصة تمام او كبار السن عشان يعرف يستخدمها، ودي برضو حاجه ممتازه بناخد كومنت ايجابيه كتير من الاجانب عليها ان كويس ان انتوا عاملين حساب حاجه زي كده. فدي طبعا احنا عايزين بقى اكتر، يعني عايزين ندي تسهيلات اكتر عشان التسهيلات هي اللي هتساعد الناس ان هي تيجي. قولي دلوقتي يعني الأقصر حتى الأهل مصر برضو عارفين جدول معين كده ما بيتغيرش، لكن انت لو حبيت تعمل دعاية مختلفة للأقصر هتقول لنا ايه؟ يعني احنا هو معروف ان الأقصر طبعا بتنشط دايما في فترة نص السنة، ومرتبطة عند أهل مصر كلهم بأن الأقصر في أجازات نص السنة، الأقصر وأسوان. ده بسبب أن الصيف بتاعنا حر، يعني درجة الحرارة 45، محدش هيسيب مثلا الأماكن الساحلية زي شرم الشيخ والغردقة واسكندرية والساحل الشمالي عشان يجي مثلا هنا في الحر. خلاص فاحنا يعني الملعب بتاعنا كله الفتره اللي بنشتغل عليها اللي هي فتره الشتاء. الناس عندها زي ما حضرتك قلت فريم ان هو الأقصر واسوان معابد، احنا لا، احنا يعني ممكن نحاول نطور من ده لان احنا عندنا في يعني اماكن كمان تاني. يعني انا عندي ان الناس تستمتع بالبيئه نفسها بالنيل، انا عندي النيل في اسوان اجمل مكان للنيل في مصر في اسوان عشان الجزر الصخرية بتاعته وعريض النيل وجميل. فأنا لازم في البرامج السياحية يتعمل حساب إن احنا ضغطين البرنامج في الأربع أيام. حتى يعني أنا في مرة كان معايا مجموعة سياحية يعني الدكتور بيكلم والدته بيقول لها والله يا ماما ده احنا هنا زي بنأدي مناسك. ليه؟ أصحى الصبح بدري عشان تروح وادي الملوك ونرجع معرفش إيه، بعد الظهر نروح نعمل إيه. فالبرنامج مضغوط. لا احنا عايزين نطلع الأقصر وأسوان من الجانب بتاع الرحلة الأربع أيام نخليه أسبوع. بحيث ان انا يبقى عندي يوم اماكن ما بنلحقش ما يعني انا عندي في الأقصر مكان زي جزيره الموز الناس ما بتروحش تشوفه. أيوة تمام يعني مكان زي جزيره الموز، رحله زي رحله البالون اغلب المصريين بيفوتهم مش بيعملوه. عندنا سفاري في الصحراء الغربيه في البر الغربي، رحلات سفاري برضو ناس كتير مش بتعملها. تمام عندنا السوق القديم، عندنا السوق السياحي الناس مش بيبقى عندها فرصه ان هي تنزل السوق. ودي يمكن انا عايز اقول لك ان برضو يعني اهالينا هنا في الأقصر اللي هم معاهم البازارات في السوق مظلومين، لان ولا المصريين ولا الاجانب بيكون عندهم فرصه كافيه انهم ينزلوا يتمشوا يشوفوا السوق. السوق ده تحفه زي خان الخليلي كده في القاهره فاهماني. فاحنا عايزين نخلي البرنامج نطلع من الجالب بتاع الاربع ايام تمام نخليها اسبوع عشان نديله فرصه ان هو يستمتع بالمدينه. يعني يعني احنا في عندنا سيتي تور بيتعمل بالحنطور مثلا في المدينه هنا بياخد ساعتين، بنزور برضو السوق القديم وبيوضوا. دي بتبقى حاجه حلوه خالص. شوفوا اهل البلد نفسها، شوفوا اهل البلد يتمشى في البلد، هو وقعد في الكاريته بتاعته في الحنطور بيشوف اهل البلد، بيشوف المحلات بتاعتنا شكلها ازاي. بننزل بنديهم ساعه في السوق القديم ده، عندنا بيبقى فرصه للسائح اللي عايز يشتري سيفونيرز، فرصه لاهل البلد ان هم يبيعوا ويشتروا، السائح بياخد صور. يعني انا احيانا بيجي لي ناس من القاهره اجانب لما بتكلم معاه بينبسط بشارع المعز وخان الخليلي زي انبساطه بالهرم ويمكن اكتر. يعني يقول لك انا انبسطت، انا دخلت شفت الناس وبتاع. هو بيعجبهم ده، يعني هو بيعجبه لما الراجل يقعد يكلمه الانجليزي باللكنه المصري بتاعتنا كده، هو بينبسط خالص. وبيعجبه جدا لما يلاقي طفل صغير وبيكلمه انجليزي برضه كده ينبسط. ايه ده؟ لما بينزل السائح بينزل في السوق السياحي بيشوف الناس هي وماشيه وهي بتتعامل، بيشوف بتاعت المدينة نفسها والثقافة بتاعت الشعوب، تبقى كلها زيارات معابد وبس.
خلينا نتكلم ده يوصلنا لحته انه الاقصر فتره النهار بتشتغل كويس قوي فكره المعابد، ولو قلنا انها فضلت قاعده لغايه الساعه 5 و6 على اساس الجو يبقى اهدى شويه والناس تقدر تستحمل درجات الحراره العاليه. احنا الحياه بالنهار جميله جدا والمعابد، وممكن تقعد يعني بنتمنى انه المعابد تبقى مفتوحه لغايه وقت متاخر شويه على اساس الناس تستمتع يبقى عدت فترات درجات الحراره العاليه. خلينا نتكلم على الفتره الليليه، المراكب حلوه العائمه وناس بتسهر عليها والقعده على النيل بالدنيا، لكن خلينا نتكلم على تخليق ايفنتس زي ما بنقول ان احنا بنعمل ايفنتس، انه يبقى في مكان معمول على شكل معبد وناس تدخل تتصور فيه ويعملوا نوع من المسرحيات، الناس نفسها الجست نفسه او السائح نفسه يدخل ويبقوا عاملين جزء مسرحيه صغيره كده بالهيروغليفي بيبقى بيتمرن عليها طول اليوم ويطلع يأدي فيها. الحاجات دي هم يحبوها جدا جدا، وده بقى مش بس انه السائح بيتلقى وبيتفرج بس، كمان بيشارك. الفكره دي ايه؟ هل ممكن تتنفذ؟ هي يمكن الفكره اللي حضرتك بتتكلم عنها، يعني هم عاملين، انا سمعت ان هم عاملين حاجه زي كده بس في المتحف المصري الكبير طبعا، ان هو زي الافلام ال 3D وبيدخل السائح والنضارة وبيبقى عايش الفيلم اللي هيتعرض له. احنا لسه امبارح كان عندنا في النقابه في شركه ايطاليه عامله فكره جديده، وان هي الفي ار النضارات، وعاملين محاكاه لمقبرة توت عنخ آمون وقت الاكتشاف. فاتعرض طبعا بصفتنا كمرشدين سياحيين اكتر الناس اللي بنحتك مع السائح، فهم كانوا الناس قعدوا معانا وعرضوا علينا الفكره. طبعا هي فكره جميله بس هم هينفذوها ان شاء الله في لوكسور هنا، بس منتهين ينتهوا طبعا التراخيص والحاجات دي كله ويختاروا المكان. فكرتها زي ما حضرتك قلتي ان هو بيدخل السائح بيتعمل عرض، بياخد النضاره الفي ار وبيشوف عرضه كانه هو داخل مع هوارد كارتر مقبره توت عنخ آمون وقت الاكتشاف بكل الكنوز بتاعتها اللي موجوده من هنا ومن هنا قبل ايه ما تفضى. فدي من الافكار الجديده اللي هي ايه هتتطبق ان شاء الله مثلا في لوكسور. اتمنى انها كمان هنا تتطبق، وتتطبق حتى لو مش بالتكنولوجيا العاليه، انه يبقى سائح بيحضر الحدث بنفسه، يبقى لابس اللبس بتاع الملك ويعمل نوع من الاداء المسرحي كده حتى لو صغير. هتلاقي ناس كتير عندها استعداد تعمل ده، لو ما مثلش يصور يعني يتصور بالازياء. برضو الفكرة اتطرحت في مكتبة اللي هي مكتبة التراث عندنا في مكتبة الأقصر للتراث اللي موجودة هنا جنب طريق الكباش، وعندهم في مسرح، مكان مسرح، وكان أنا فاكر الأستاذ ضياء وكان السيد مدير المكتبة وقتها عرضوا علينا إن هم بيفكروا هيعملوا. دي تبع الدولة؟ تبع الدولة طبعا، دي تبع وزارة الثقافة. فعرضوا علينا الفكرة اللي هم كانوا بيفكروا فيها، وإن هو هيتعمل عرض مسرحي وهيبقى فيه زي حفلة عشاء، وبعد العشاء السائح طبعا عشاء على طريق الكباش تمام، وبعدين يبقى في العرض المسرحي ده زي حاجه ميني اوبرا كده، زي يعني مش اوبرا بالظبط لكن عرض مسرحي، قصه من قصص المصريه القديمه زي جزء من قصه ايزيس واوزوريس وخلافه، وطبعا بيتادى العرض يبقى فيه اغنيه. ودي كانت طبعا من الافكار اللي اتطرحت، ودي نتمنى ان هي تطبق طبعا. يعني وادي يعني احنا اهو مناشده مثلا للسيد وزير الثقافه والدكتور مصطفى الوزير رئيس المجلس الاعلى للاثار طبعا، ان هم يهتموا بالافكار دي، الافكار الجديده اللي هي يبقى في تطوير. وعشان كده احنا بنقول عايزين نشجع يعني رجال الاعمال، طالما رجال الاعمال هيتشجعوا هم هيطلع افكار كتير، يعني بتطلع افكار كتير من داخل السائح نفسه. يعني احنا هم بيقترحوا، يقول لك طب ليه ما يتعملش كذا، انا كنت في. عشان كده المرشد السياحي مهم جدا في انه يكون همزه الوصل ما بين السائح وما بين الدوله، ما بين السائح وما بين القطاع الخاص. يعني انتوا همزه وصل مهمه جدا، تاخدوا الافكار دي وتوصلوها للقيادات. اكيد طبعا، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا طبعا نعمل الدور ده بتاعنا، لان هو زي ما بنقول يعني السياحه خير لمصر كلها، مش بس للمرشدين السياحيين ولا للعاملين في مجال السياحه بشكل مباشر، لا هي خير للدوله كلها. فيا رب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا ونورت برنامج مصر قريب. الله يخليك يا فندم، انتم مشرفينا ومنورينا في لوكسور هنا، منورينا.